كوسا هو اللي مثل دور الإمام. يقال انه هو اللي مثل دور. وين سمعت هالخبرية؟ سمعتها في السجن. سمعت انه موسى. من قالها لك؟ قالوها السجناء يتكلموا. قالوا انه موسى. سجناء من نظامكم؟ اي من النظام السابق؟ من النظام السابق. قيادات من النظام السابق. مش قيادات، لكن كانوا يعني ناس مختلفة، ضباط. شو الرواية الكاملة لهالقصة معلش؟ الرواية يقولوا أن موسى كوسا وآخرين مثلوا دور موسى الصدر ورفيقيه. كان دائما الكلام على ضابط في المباحث في الأمن الداخلي، يقال محمد الرهيبي. صحيح لما تشوفه يشابه الإمام في الطول وشكله، وواحد ابيض احمر وكذا، انه هو اللي مثل دوره. كانت دائما الكلام، حتى أبو سامي جلودي يقول نعم حداه. شو يقول عفوا؟ يقول في مقابلاته يقول انه واحد ضابط اسمه الرهيبي هو اللي مثل. اي اتضح انها ما هي صحيحه. خلال التحقيقات عثرنا على ملابس السيد الإمام أو ما يعتقد بأنها ملابسه. تواصل معنا أخوتنا اللبنانيون في بنغازي ومن ثم في طرابلس، وتوصلنا إلى أن يكون هناك قاضي من الحكومة اللبنانية يتواصل مع لجنة التحقيق في مكتب النائب العام. هناك اشتباه في جثة معينة في قبر معين في مكان معين، لم يتم نبش هذا القبر إلا بمعرفة، وهو قبر جماعي، إلا بمعرفة أعضاء من أخوتنا في لبنان. حضر القاضي وحضر الأعضاء ونبش القبر وأخذت عينة من تلك الجثة التي يعتقد، والله أعلم ما إذا كانت هي جثة الإمام أم جثة غيره. ولما تصل النتائج حتى هذه اللحظة أما إذا كانت تلك الجثة هي جثة الإمام أم جثة غيره.